اهم حاجه بتميز مشروع جزر الجراوله هو الموقع بتاعه وكمان الخدمات اللي بتقدمها المشروع. بالنسبه للموقع هو بيقع في منطقه راس الحكمه، ودي منطقه بتكون متميزه جدا من الناحيه الاستثماريه، وبتتميز طبعا بان هي في حته فيها البحر مميز قوي في منطقه الساحل الشمالي. بالنسبة لخدمات المشروع احنا عندنا ثلاث حاجات بتميز المشروع. أول حاجة بتميزه البحيرات، طبعا البحيرات على مساحة 83,000 متر. عندنا تاني حاجة منطقة البحر أو الشاطئ، الشاطئ بيتميز إن المية عندنا تعتبر ما فيهاش أمواج، والرملة اللي هي البيضة الناعمة خالص. في برضو جزيرة اللي احنا مخصصينها لمنطقة الملاهي المائية، وهي جزيرة أطلانتس، ودي هيعتبر فيها أكبر ملاهي مائية هتتعمل في الساحل الشمالي. بالنسبة لإنشاءات المشروع، المشروع تم إنجازه على مرحلتين. المرحلة الأولى دي تم تسليمها بالكامل. المرحلة الثانية اللي بتتم تسليمها إن شاء الله الصيف ده والصيف القادم. هتبقى مرحلة أخيرة للمشروع هتتسلم على 2020، ودي آخر مرحلة إن شاء الله للمشروع.